نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من أرضية هذا الميدان عاصمة الميادين لسباقات الهجن ميدان الوثبة عبر قناة ياسر الرياضية. ينطلق بحفظ من الله ورعاية الشوط التاسع للأبكار اللقاية المحليات الأصايل هجن الدار. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول وإلى مياسة من تاتي مع المقدمة والصدارة أحمد بن علي بن حمد بن علي بالخيار الشامسي من يقدم هذا الانطلاق والشعار مع البداية. ثاني المراكز الوثبة حمد بن سعيد بن متعافي المنصوري من يقدم الوثبة ومن ترقص على ميدان الوثبة وغيرت الوثبة إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. ثالث المراكز التماس سالم بن حميد بن عم الشامسي من يقدم لنا هذا الاسم للالتماس سالم بن حميدي بن عم الشامسي محتل مع المركز الثالث. رابع المراكز اللي في المركز الرابع أسرار ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الرابع. المركز الخامس اللي في المركز الخامس القدوم والوصول مشاهدينا الكرام هناك القادمة الواصلة في هذه اللحظات نوف تعود الملكية علي بن سالم بن حمد بوشقله المري من يقدم لنا هذا الاسم وغيرت مباشرة واحتلت نوف إلى المركز الثالث. نشوف اللي في المركز السادس سادس المراكز مياسة تتقدم تعود الملكية لحميد بن علي بن حمد بن علي بالخيار الشامسي ومن الجانب الآخر القدوم والوصول من تقرير أحمد بن سالم بن أحمد بن صالح الكثير. يا سلام أسامي تتقدم مشاهدينا الكرام من أجل الفوز والناموس طعمه غير في عاصمة الميادين. القادمة هملولة أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي من يقدم لنا هملولة ومن الجانب الآخر أرى اللي هي حشمة حمد بن غانب بن سلطان الهديفي من يقدم لنا حشمة. هكذا الأسماء هكذا الانطلاقات مشاهدينا الكرام للأبكار اللقاية المحليات الأصايل. وهنا أيضا القدوم والوصول في هذه اللحظات من الطيارة سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري وتتقدم أيضا الوسمية عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي. هكذا النتيجة والنداء الأول للأبكار اللقاية المحليات الأصايل. لنعود إلى الوثبة الوثبة مع المقدمة الوثبة مع الصدارة تسيطر مع مقدمة الشوط تسيطر مع المركز الأول حمد بن سعيد بالمتعافي المنصوري من يقدم لنا الوثبة مع المقدمة والبداية مع المركز الثاني. ثاني المراكز نوف علي بن سالم بن حمد بوشقله المري من يقدم لنا نوفهم ثلاث حروف مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى اللي هي هملولة أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي تتقدم هملولة تأتي مع المركز الثالث. نشوف اللي في المركز الرابع التماس مع المركز الرابع سالم بن حميدي بن عم الشامسي من يقدم لنا التماس تأتي مباشرة مع المركز الرابع. المركز الخامس الطيارة وصلت الطيارة سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري من يقدم لنا الطيارة. القادم بن كليب من يقدم لنا الوسمية عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي من يقدم هذا الاسم. أهل المدام يتقدمون بهذا الانطلاق مع المركز السادس. المركز السابع ندى وأول إذاع علي ندى وصل بو عبد الله راعي الطير يتقدم سالم بن عبد الله بن مصبح راعي الطير العامري من يقدم لنا ندى والقدوم والوصول. هناك مشاهدين الكرام في هذه اللحظات من تنطلق مباشرة أرى اللي هي تاتينا أسرار ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي القادمة الواصلة الرومية صالح بن علي بن محسن الوهيبي أول إذاعة للرومية والقدوم الجديد من هوايل حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري. وصلت الأسماء وصلت الشعارات سمحة سليم بن عبد الله بالورع العفاري أول إذاعة لسمحة تتقدم من مركز إلى مركز. هكذا النتيجة هكذا الأسماء هكذا الشعارات اللي صارت وجالت بالنواميس. ولا نعود إلى المقدمة كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية والوثبة مع الصدارة. الوثبة ترقص على ميدان الوثبة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. يا سلام من يقدم الوثبة حمد بن سعيد بن متعافي المنصوري يبي السلام لأهل الوثبة في هذا الصباح. المركز الثاني هملولة هملولة مع المركز الثاني تعود الملكية
أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي. يا سلام، هذا الشعار من يعرف الرموز جيدا. المركز الثالث، اللي في المركز الثالث ندى سالم بن عبد الله بن مصبح راع الطير العامري، من يقدم لنا هذا الاسم؟ وصل يتقدم أبو عبد الله ويقدم لنا ندى مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك اللي هي التماس، ولكن القادمة الوسمية وتتقدم الرومية. الرومية صالح بن علي بن محسن الوهيبي مع المركز الرابع. المركز الخامس الوسمية عبد العزيز بن سيف بن كليب الشامخة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وصلوها القميرة أول إذاعة للشامخة، تأتي مع المركز السابع. هكذا الأسماء، ولكن أرى شيء. بن قران وصلكم، وصلتكم شواهين عبد الله بن مبارك بن قران المنصوري. حذاري من بن قران، قادم بكل قوة يبي السلام في هذا الصباح. الوذبة 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 وهملولة وندى. يا سلام، وهناك الرومية والوسمية وشواهين قادمة. الخمسمائة متر الأخيرة، ولع الشوط، ولع ولع الأبكار، المحليات الأصايل. الوذبة ما زالت، الوذبة مشاهدين الكرام، والرومية وتاتي الوسمية. الوسمية الوذبة الرومية اللحظات الأخيرة وشواهين بن قران مع المركز الرابع. الناموس إلى وين؟ الرومية إلى الوهيبي. الوهيبي حضر بكل قوة بهذا الانطلاق، بهذا هنا الصدارة والمركز الأول. يبي السلام لأهل السلطنة، يبي السلام لأهل السلطنة في هذا الصباح. سلام صالح بن علي بن محسن الوهيبي، سلام الوهيبي، سلام سلام السلطنة، وسلام هنا مشاهدينا الكرام إلى وادي السيل، إلى ولاية محوت. يسعد صباحكم على هذا الإبداع مشاهدينا الكرام. المركز الثاني الوسمية عبد العزيز بن سيف بن كليب الكتبي. المركز الثالث هملولة أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي. والمركز الرابع شواهين، هناك عبد الله بن مبارك بن قران إبراهيم المنصوري ندى، مع المركز الخامس سالم بن عبد الله بن مصبح على الطير العامري. ولكن مشاهدينا الكرام يغادر السلام إلى أبناء السلطنة، إلى وادي السيل بالفعل، وإلى أبناء محوت. عودهم بن محسن 7 دقائق 36 ثانية وثلاثا من وفاء وتماما تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك الرومية صالح بن علي بن محسن الوهيبي على هذا الفوز والإبداع. المركز الثاني 7 دقائق 36 ثانية 6 من الأجزاء اللي هي مشاهدينا الكرام الوسمية عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي. المركز الثالث نشوف هناك اللي هي هملول أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي، قطعت المسافة زمن وقدره 7 دقائق